يعني خليني اخد معانا على التليفون دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا. وحضرتك طيب سياده النائب استاذ يوسف، اتفضل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا دكتور. بجانب ان احنا بنتكلم على اهميه هذه الزياره من رئيس الوزراء الياباني وبالذات في هذا التوقيت، وهو توقيت يعني انا اظن مهم لوقف التشكيك من ناحيه، وتوقيت مهم لانه الاوضاع في المنطقه للاسف لا يعني تحظى باستقرار مبتغى او نتمناه، وحديث الرئيس عن انه الوضع في السودان خد جانب مهم جدا من المحادثات وخصوصا مسألة وقف إطلاق النار. هبدأ الأول بتوقيت الزيارة وتوقيع هذه البروتوكولات والتطلع للشراكة الاستراتيجية، ثم أذهب للسودان ورؤية دكتور طارق ليه هل هناك أمل حقيقي في وقف إطلاق نار أو إنهاء الحرب في السودان؟ ناخدها واحدة واحدة. طيب خليني أقول في الأول أنه زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر سيادة النائب دي مهمة جدا، لأنه اليابان تنظر لمصر باعتبارها دولة رئيسة ومركزية ومحورية للإقليم، ليس للشرق الأوسط والعالم العربي ولكن بوابة حقيقية لإفريقيا. لماذا الآن هذا هو المهم؟ الآن كما تعلم حضرتك اليابان تسعى إلى منافسة الصين ومنافسة القوى الأخرى في الإقليم، ومحاولة للانفتاح على أكبر الدول العربية والشرق أوسطية والنافذة إلى إفريقيا من خلال مصر. طبعا اليابان بتربطها بمصر علاقة بالفعل تاريخية، ولن نخوض في تاريخية العلاقة، يعني معنى حضرتك سيادة النائب أنه هذه العلاقة بدأت منذ سنوات طويلة وفي العشرينات تقريبا، فأنت بتتكلم على علاقة جيدة مع دولة طبعا لها حضور معنا في كثير من المشروعات وفي مجالات متعددة، سواء كان في بالنسبة لمجالات السياحة، الاقتصاد، الاستثمار، حتى في اللقاء اللي تم مع رئيس الوزراء اليوم أيضا في موضوع المتحف والإشارة إلى تاريخية العلاقة في البنية الأساسية المصرية. لكن اليابان تتحدث بلغة مختلفة، بمعنى أنه لابد أن نفهم أن اليابان الآن بتبني شراكات مع الدول المركزية في الأقاليم المختلفة. طبعا هذه الزيارة زيارة جاي حضرتك قبل قمة السبعة اللي هتعقد خلال أسابيع في اليابان، وفي دعوة وجهت إلى مصر في مجالات جديدة اتكلمنا فيها بعيد عن تحويل العلاقة إلى شراكة. يمكن حضرتك سيادة النائب بتقول لي شراكة استراتيجية في هذا التوقيت، أولا من حيث المجالات ومن حيث الاهتمامات ومن حيث الأولويات، القاهرة بتقدم مقاربات ورؤى جديدة في مجال التعاون الإقليمي والدولي وفي مجالات طبعا مرتبطة بالطاقة والهيدروجين الأخضر ومجالات كثيرة ربما تطرحها الدبلوماسية المصرية وبيركز عليها سيادة الرئيس الآن فيما يعرف بأجندة مصر الاقتصادية تتجاوز الأجندة التقليدية، وبالتالي مهم جدا إن احنا نقول إن احنا بننفتح بنقدم فرص غير تقليدية للقوى الكبرى خصوصا الصين، اليابان، روسيا، وبالتالي بينفتح مشهد العلاقة مع اليابان اليوم في مجالات الطاقة المتجددة وفي مجالات التعليم والسياحة، وربما كان في إشارات مهمة لمجالات التعاون سواء كان بالنسبة للتعليم، بالنسبة لمجال السياحة، بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة وأيضا الطاقة المتجددة. طبعا اليابان مهمة لأفريقيا ولينا، هم طبعا قدموا مقاربة لمخصصات لمشروعات تنموية في أفريقيا تقريبا 30 مليار وبيتعاونوا مع البنك الإفريقي للتنمية، لكن اليابان عينيها على الدول المستقرة في أقاليمها. يعني لو نقرأ الاستراتيجية اليابانية اللي أعلنت منذ عدة أسابيع نفهم ليه زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى مصر وإلى عدد من الدول الإفريقية، هم بيتكلموا على سياسات دفاعية جديدة في الأقاليم المتعددة، بيتكلموا على ميزانيات دفاع جديدة، بيتكلموا على دور لليابان ببناء شراكات مع الدول التاريخية، دول المستقرة سياسيا وأمنيا. هم بيذكروا في الاستراتيجية الخاصة بهم إن إحنا لابد أن نتعاون مع هذه الدول اللي هي لها مصداقية في النظام الدولي، ويجب أن نسلم إن إحنا بلدنا الآن ينظر ليها خارج نطاق الإقليم إنها نموذج للاستقرار الأمني والسياسي وجزء منها ما تقدمه للمنظومة الإقليمية والدولية. عشان كده إحنا النهاردة الشراكات الجديدة اللي مصر بتبنيها
سيادة النائب مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة، روسيا، الصين، دول الاتحاد الأوروبي، لا تقوم فقط على موضوع الندية أو المصداقية، لديك مصداقية في مجال السياسة الخارجية المصرية بتبنى على أساس مصالح مشتركة وفوائد متبادلة وأجندة متجددة. يعني حضرتك بتتكلم على الشراكات الجديدة، لكن احنا بنتكلم أيضا مع اليابان ومع الصين ومع القوى الكبرى على مستوى مجالات. النهاردة بنتكلم على الطاقة، بنتكلم على العلاقات على مستوى الندية، بنتكلم على مجالات جديدة في مشروعات الأمن الغذائي، بنتكلم على مجالات في مجال التنمية المستدامة، بنتكلم على الطاقة المتجددة. ففي مجالات تتجاوز الأطر التقليدية في مسار العلاقات بين مصر وبين اليابان. في تأكيد اليوم على مكانة مصر في الخريطة التفاعلية للعلاقات الدولية. مصر بتحجز دور كبير جدا للترتيبات السياسية والأمنية في مستوى الإقليم وعلى المستوى خريطة التفاعل الدولي، لما لك من مصداقية وأنك لك حضور في العالم بمصداقية محددة اليوم ومن خلال التخطيط الجيد للسياسة الخارجية المصرية. في جزء من مما يعني نجنيه الآن هو طبيعة دورك في النظام الإقليمي سواء كان على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وحرص القوى الدولية. النهاردة لو بتعمل تحليل مضمون سيادة النائب لما قاله رئيس الوزراء الياباني كيشيدا النهاردة، هو بيتكلم بيقدر مكانة الدولة المصرية وتعزيز مكانتها، جزء منه تاريخ العلاقة وجزء منه رؤية للمستقبل ورؤية استشرافية لمسار هذه العلاقات بطبيعة الحال. طب حلو جدا.